محمد عبد الله. تستمر فقرات صباح الشروق وفقرات متعددة ومتنوعة. يظل الإنسان هو القيمة العليا في كل المجتمعات، لذا تحرص المجتمعات على أن يكون الإنسان متعلما متطورا وفاهما. كل الدول التي تأخرت بسبب المشاكل القبلية، تأخرت بسبب ما تعانيه من تعنصر، ولم تصل إلى مرحلة التنمية والتنمية المستدامة إلا بعد أن تجاوزت هذه المحن. في صباح الشروق قمنا باستطلاع المواطنين عن رأيهم في ما يلي: موضوع العنصرية والجهوية والقبلية وغير ذلك. جمعنا عدد من الآراء لنتابعها سويا في صباح الشروق. أهلا بكم. في البدء نشكر قناة الشروق اللي هي قطعت المسافات وجات عشان تستطلع آراء المواطن السوداني وتوصل الناس المسؤولين في الحكومة. أن احنا والله ما علينا وما أرضانا كونه الشعب السوداني يتقاتل نفسه بنفسه بالقبلية والجهوية والكلام اللي ما بيجي وما بيقبل السودان ولا بيقبل الإسلام. والله إذا أن احنا ما أرضتنا كونه النيل الأزرق يكون في مقاتلة يعني شهر شهرين ثلاثة شهور الناس تموت في بعضها. أنا جبال النوبة برضو كذلك الأمر الناس تموت. أنا دارفور برضو الناس تموت بالجهوية والكلام اللي ما بينجي ولا برضي السودان ولا بقبل السودان ولا السودان بقدم السودان لقدام ولا بخلي السودان يعيش في وئام والاتفاقية. يرفضوا حاجة اسمها القبلية دي مرة واحدة. أن احنا نعيش على سودان واحد وموحد، يعيش السودان ويعيش كل العالم. السودان الليلة سلطة العالم في السودان موجودة، ما كمان كذب ولا هنا عينا حاضر حسي. أن احنا اليوم ده الحمد لله رب العالمين أن احنا غنيين بين كل الجوانب بتاعت الغنى. أن احنا عندنا ما المفروض الليلة أنها تحصل لنا أي كارثة نمديدنا أجر وتعالوا لنا المنظمات وتعالوا. لا والله أن احنا والله العظيم بلدنا دي والله ما محتاجة لزول يجينا من برا. وحس الغنى في بلدنا دي حس حاليا والله نحن الناس اللي عندهم القروش والله ما يحترفوا لأمريكا ولا يحترفوا لأي دولة تانية. عندهم قروش لكن الضمير ما نظيف. والله لو الضمير نظيف والله العظيم الناس دي يأكلوا ويشربوا والله ما يدفعوا زول. أنا عبد الله عمر مكين من أبناء أمروابة. أولا نشكر قناة الشروق لتقبلها منا، وأنا أرسل رسالة لجميع أهلنا في النيل الأزرق ودارفور والجبال. أول حاجة الشيء اللي بيحصل ده والله لا بقدم بلد ولا بصلح الحال ولا غير التشتت والقتل والموت نحن عاوزين السودان يكون سودان موحد يقدم لأهل السودان ويرشدهم ويقودوا لقدام ويصلح أحوالهم وحالهم. المواطن والله العظيم عانى ما عانى من المشاكل ومن الشيء الجهوية والقبلية ولا تصلح معانا بشيء ولا بتقدم لنا حاجة. نحن عاوزين السودان يتوحد بحالة واحدة. أول حاجة الإسلام ده يربط أي جنس، ونحن سودانيين والإسلام كلمة واحدة بلمنا كلنا. أرجو من الناس إنه تتوحد وتصفي ضمائرها. أرجو إنه رسالتي دي تصلكم وتكونوا ناس متوحدين ومتحدين، وربنا يوفقكم ويوفق المسؤولين ويصلح الحال والأحوال ويغير الحال بأحسن حال. السودان بلد طيب وشعبه طيب وشعبه متوحد ومسلم، والإسلام ده ما تجهله، لازم تكونوا مترابطين كده بيد واحدة. السلام، بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة الاسم مشارف عبد الله جار النبي من الأبيض. أول حاجة بقول لا للعنصرية. العنصرية جهل في حقيقة الإنسان. كلنا من طين، أبونا آدم وأمنا حواء. عايزين شعبنا يكون موحد، شعب موحد، وطن واحد، شعب واحد إن شاء الله.
الكلمات اللي عندي. ومن هنا بحيي قناة الشروق، بقول لهم إنه أنتم من أروع الناس، وقد لا نجدهم حولنا رغم بعدهم يشكلون معظم سعادتك الذي لا يصد. يعني زي ما بقولوا النظام السائد في السودان يعني شي كده ما بقى ما بيرضينا، يعني إنه الحروبات تشتغل والمخاصمات والمشاكل الغبلية، يعني شي كده ده لهنا لا يرضي الجميع. بما إننا نحن مؤمنين ومسلمين نكون وحدة واحدة وشعب واحد ومتكاتف وإخوة، زي ما بقول لك الأخ المسلم لو لقى أخوه المسلم في أي ظرف كان ما بيخليه. والله نحن ندعو أخواننا في السودان لا للفرقة ولا للشتات ولا للعنصرية ولا للغبلية. نحن نشوف الناس اللي قدامنا الحرب عملت فيهم شنو، كل ما الناس اتحدت كل ما البلد بقت قوية وكل ما السلام عم البلد. وزي ما بتقول المقولة الاتحاد قوة، نحن بدل ما نشتت ونتحارب نفترض نكون شنو متحدين. ما في شيء شمالي وجنوبي، ما في شرق وغرب، كلنا سودانيين وكلنا إخوان. بلمنا لو الدين لو بيتلمنا نفترض ما في أي اتجاه بتاع قبيلة ولا عنصرية ولا جهوية. الناس تتحد، الاتحاد قوة. زي ما بقول القرآن أن أكرمكم عند الله أتقاكم، والناس سواسية كأسنان المشط، ما في فرق بين عربي ولا غربي، كل الناس أخوان وما في داعي للفرق ولا الشتات. الاتحاد قوة، وفي الاتحاد أمان، وفي الاتحاد السلام، في الاتحاد زي أي حاجة في الاتحاد. يعني من الناس لو اتحدوا ممكن الدولة تتقدم